الدولة يحمل الدولة واجبا دستوريا بتطبيق هذه المنظومة في جميع مجالاتها في جميع عناصرها وفي آجالها. يعني هوني هناك التزام محمول على عاتق الدولة وهو التزام دستوري. كنقولوا مجالاتها يعني مجالاتها عملا بماذا؟ عملا بالتشريع المتعلق بها. هذا ما يقوله الدستور. التشريع المتعلق بها هو ذلك القانون المعروف قانون 53/2013 المتعلق بالعدالة الانتقالية. ينص على مجالات العدالة الانتقالية. من بين هذه المجالات نجد الانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام. بالنسبة للعناصر، عناصر العدالة الانتقالية أشارت لها مدام سارة القندري توا، هي عناصر كما قالت متناغمة ويجب أن تكون متناغمة دون أن تكون متنافرة. صحيح، يعني هي مترابطة ومتلازمة. فما أربع عناصر مقومات أساسية يجب أن تتوفر، وهذا ما يحيل إليه الدستور عندما يقول لك في مجالات العدالة الانتقالية. هناك الكشف عن الحقيقة، تحقيق العدالة، التعويض وجبر الضرر، إصلاح المؤسسات، وضمان عدم تكرار الممارسات السابقة في المستقبل. الأربع عناصر هذوما هي عناصر مترابطة يؤديوا في النهاية إلى نتيجة وهي المصالحة. يعني هوني لازم نأكد أن المصالحة هي نتيجة وليست عنصرا. ما تنجمش تقفز على هذه العناصر وتمشي للمصالحة مباشرة دون أن تحقق هذه العناصر الأربعة المتكاملة. وهوني المنظومة تاع العدالة الانتقالية ما هيش هيئة الحقيقة والكرامة وما هيش شخص أو أشخاص، هي منظومة كما قلنا وسبق القول متناغمة مترابطة فيها مقومات ما نجموش نتجاوزوها. المشروع إذا كما يعني نجم نستنتجوا جاء لمجال العدالة الانتقالية واستثنى منه جزءا منه وهو انتهاكات متعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام، هي متعلقة لأنها ذات ارتباط بهذه الانتهاكات. كذلك المشروع قفز على عناصر العدالة الانتقالية الأربعة واتجه مباشرة إلى مصالحة مغلوطة وغير دستورية بمفهوم العدالة الانتقالية كما نص على ذلك الدستور. بهذه النقطة الأولى اللي هي أهم نقطة في نظري، ولكن المشروع جاء كذلك بخروقات أخرى للدستور وهي خروقات ذات أهمية. جاء المشروع بهيئة قضائية، أحدث هيئة قضائية تبت في النزاعات المتعلقة بشهادات العفو الممنوحة للموظفين وأشباههم من مقترفي الأفعال المذكورة. هيئة قضائية كيفاش؟ من حيث طبيعتها لأنها متكونة من قضاة لها صلاحيات قضائية لأنها تبت في نزاع حسب أو تطبق القانون في هذا النزاع وتصدر أحكام. هذه الهيئة القضائية إذا بطبيعتها قضائية جاءت مخالفة لأحكام دستورية واضحة نص عليها الدستور، وهي متعلقة بمبادئ وقواعد المحاكمة العادلة والنزيهة. أول حاجة هذه الهيئة هي يمكن اعتبارها على معنى الدستور، على معنى الفصل 110 من الدستور، محكمة استثنائية لأنها محكمة مغايرة ومختلفة تماما على سائر المحاكم. هذا من ناحية. من ناحية أخرى لها إجراءات استثنائية أمامها وصلاحيات محددة مسبقا في هذا المشروع، وهذه الهيئة تصدر أحكام غير قابلة لأي وجه من وجوه الطعن الممكنة إذا هناك عدم احترام لمبدأ التقاضي على الدرجتين وهو ضمان من ضمانات المحاكمة العادلة. فهي تصدر إذا أحكام باتة ونهائية لا يمكن لأحد لمتقاض أن يراجعها أو يطلب مراجعتها من قاضي يعلو درجة تلك الهيئة. هذه نقطة أخرى. الفصل 20 من الدستور كذلك تم خرقه. هذا الفصل هو متعلق بعلوية المعاهدات الدولية الموافق عليها من المجلس النيابي والمصادق عليها من قبل الدولة التونسية على قوانين الداخلية للدولة. كيف ذلك؟ لأن تونس وافقت وصادقت على معاهدات دولية عديدة ولها وبنودها لها من الوضوح ما يجعلها تطبق مباشرة في المنظومة الداخلية التونسية دون أن تستحق يعني أن دون أن تحتاج عفوا إلى قانون داخلي ينزلها ينزل محتواها. من بين هذه المعاهدات التي تخصنا خاصة هنا هي معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. تونس موافقة عليها ومصادقة عليها، وهذه المعاهدة دخلت منذ 2008 حيز النفاذ في المنظومة القانونية التونسية. وهذا المشروع مشروع قانون العدالة قانون المصالحة عفوا
هو جاء خارقا للالتزامات الدولية المحمولة على تونس يعني بموجب هذه الاتفاقية، مما يجعل بما أن تونس تخرق هذه الاتفاقية أو هذه المعاهدة المصادق عليها والموافق عليها، مما يجعلها كذلك يجعل هذا المشروع خارقا لأحكام الفصل 20 من الدستور اللي يقول لك المعاهدات الموافق عليها والمصادق عليها تعلو درجة القوانين سواء كانت أساسية أو داخلية أو عادية. هناك فصول أخرى من الدستور تم خرقه، هوني سوف بإيجاز يعني أمر عنها مرور الكرام ومش مضطر أقولها بعد بأكثر تفصيل في النقاش. الفصل 15 من الدستور واجبات ومبادئ سير الإدارة العمومية، خدمة المواطن، الصالح العام، مبدأ الحياد، مبدأ المساواة، الشفافية، النزاهة، النجاعة، المساءلة، مساءلة الإدارة، هذا كله إذا مخروق من قبل هذا المشروع. الفصل 10 من الدستور واجبات الدولة في مجال حسن التصرف في المال العمومي، خدمة الصالح العام من جديد واحترام أولويات الاقتصاد الوطني وواجبات الدولة التونسية كذلك في منع الفساد والتصدي له، التوطئة الدستور، الديباجة فقرتها الثانية، التوطئة أول حاجة ساعة لها قيمة دستورية وهذا ما يوصل عليه الفصل 145 من الدستور هو نفسه، يعني التوطئة مش مجرد نص تحريري أو إنشائي بل هو نص يعني له نفس القيمة قيمة الفصول الدستور. إيش تقول التوطئة؟ نص على ماذا؟ على أهداف الثورة التونسية وواجب الدولة التونسية في تحقيق أهداف الثورة التونسية، ومن بين هذه الأهداف وهذا العبور القطع مع منظومة الفساد والظلم والحيف. من حيث الشكل هوني مش مطول سوف يكون آخر عنصر وهو الرأي الاستشاري الوجوبي لمجلس أعلى القضاء. هوني مش فقط يعني هوني ثم خرق دستوري صريح الفصل 114، المجلس الأعلى للقضاء كان يعني يجب عليه أن يدلي برأيه مسبقا بصفة قبلية قبل المرور إلى المصادقة على هذا المشروع، ولو أنه كما قال زميلي لمين مطحين هذا الأمر هو هذا الرأي عفوا هو رأي غير ملزم من حيث المحتوى، يعني ينجم يقول لك نعم وأنت تقول لا، ينجم يقول لك العكس. هذا الرأي غير ملزم من حيث المحتوى ولكنه رأي وجوبي يجب المرور به وعدم تجاوزه إلا سقطنا في إخلال إجرائي جوهري. والكل منا يعلم أن المجلس الأعلى للقضاء لم يدلي برأيه الوجوبي في مشروع قانون المصالحة في المجال الإداري إلى هذه الساعة. إذا أكتفي بهذا القدر من الخروقات الدستورية، هناك أيضا خروقات أخرى فرعية بعض الإخلالات الأخرى يمكن نتطرق لها في النقاش. وأمرر الكلمة مباشرة، نحن الساعة نتشرف اليوم بحضور السيدة القاضية روضة القرافي رئيسة جمعية القضاة التونسيين، كانت مفاجأة صارت لنا اليوم لأنها التحقت بنا وجبت معها بيان أصدرته جمعية القضاة التونسيين.